بحثی موضوع که کین گلکی بالاوا ناخر که ما اوجی مشاکل جهه دست نویجه طبعا پینجی سادش خل که ما توشی مشکلات بن جهه دست نویجه که ام بجنی قنات شرج طبعا شارتشتت مهمه تهین اوجی اکشوان بجنی بواسیر شرجية يا دوي فطر شرجي سيه ناصور شرجي يشاري خراجة عن قنير أبد درك بيتن المنطقة شرجي طبعا أمدين بابت أولي أوجي بواسيري طبعا نساخت غازندات كات هكو مضاعفات بوي تشيد بيتن چونك بارا بترش حالات البواسيري چه اعراض نين النساخ يعني چه غازندا ناكت الا هكو اعراض بوي تشيد بن شنيتنا دفما بيجن كو مثلا جهه دسني فيجاما استير تيشيتن اون خينت بينن قال دسني فيجيتيت وكي تشبكت خيني عند جارا و طبعا عندك اوتين غازندات كانش خريونه وهندك افرازات دار كيفن المنطقه الشرجي طبعا تشخيص بواسير نايتا كرنش لاي نساخي لازم مراجعه ما بكتن لازم تشخيص ما تشخيص دكتوره بيتن يعني تحت اشراف دكتوره كي چونك ام لازم فحص كان جهه دسني فيجي چونك قالك حالات تهين احتمال انا بواسير بن احتمال فطر شرجي بيتن چونك فطر شرجي بيتن شي عيني تشتيت كتن يعني عيني اعراضات كتن بس نشانت بفرقا تشتكادي هي وكما بحس كريك بوتي ناصور شرجي هي او جيندا جارا وكي افرازاتا تيتن حالتا افرازاتا وقنير لجهد سنفيجي طبعا بواسير اسباب توي بارب ترشوان وراسينا طبعا عندك اسباب ديشي تهين او جي وكي قلاوي طبعا حمل شيك ايكش اسباب هيا كو بواسير بيدات كاتن وخارنا مروفي طبعا يعني نوعية خارنا شيك تأثير اخويا هاي وتشتكي دي قالك مهمة هاي كو بواسير تشيت كاتن او جي مانا يعني مروفي المرافق هكر يعني مروف قالك مو وقت دس نفيجي تشتا دس نفيجي هكر قالك مو وقتك دريش وقالك يعني دس نفيجي خوب تأخير كيرو خورتي اينا يعني زحمتي يعني وكيد بيجن زحمتي انت داري دس نفيجي خو اوجي سببك ياكو زخطة حوزي بلندد بيتن و يعني بتا اجاركو او دمار تخينه فره بن و بواسير چيد بيتن جبر هندي ان بجنا نساخا خود قالك نمينن الدسنفيجي يعني اكو چنا دسنفيجي قالك نمينن المرافقه لازم زيترين وقت يا دسنفيجي زيدا ترش صدقه زيدا تر نبيتن لازم زي خلاص كاتن هكر ناتشو لازم دار كافيتن يعني هندا جارا اعازت خلت بومرو بيتن يعني اكو دسنج مروفي و دسنفيجاوي تيتن دچيتن نايتن بجا دمينتن قالك تعدايه كاتن دمينتن ده دقا شاركا كهندك تليفوني قال خد بان موبايلي افا قالك عادة تتخلتن او جيت بنا اگر كنت نساخ توشي بواسيرة بيتن توشي فطر شار جيت بن طبعا بريندور بيت جهد اسني فيجوان بريندور بيتن بنا فطر شارجي طبعا فطر شارجي بابتا دوي ما كي ما قوتي او چه او برينا كيتشيت بيتن البردو برداكي هاي القناة الشرجية يعني شنوف دا جيدس نفيجي شنوف دا برداكي هاي بريندورد بيتن او جو وقت مروفي قالك تمينة الحمام دا ان وكي قبز بيتن او بردا بريندورد بيتن بريناكي تشيد بيتن بجني فطر شرجي طبعا اعراضي بي او اكو ايشاناكي قوي بو نساخي تشيد كاتن نساخ نويلتم تشيتا دس نفيجي دي قالك ازعاج بيتن اكو دس نفيجي هوي تيتن نويلتم تشيتن نويلتن قالك عند جارة خين تيتن قال دس نفيجي خيناكي صافي يعني صافية وكي تشبكوه عند جارة فيجا نساخ طبعا
دقيقتين بربترش وان دي يعني متأخر يعني حالة وان دي تأخير بيتن بوشي چونك شرم كانت انا دكتوري بربترش نساخت مشكلة يتهين شرم كان بينا دكتوري جبر هندي هكو تينا داف ما حالات توان يتمتطور يعني نشن علاج كان ملحمة چونك فترة شرجي هكاش بداية نساخي بيتن اشتابرين جديد بيتن امشين بريكا درمانا بريكا ملحمة امشين علاج كان ونساق محتاجة جراحات نابتا أو بس هكار تأخير بو مزمن حالتا مزمن هنجي نساقش بي تشتي درد كابتن أم نشن سيطرة سرب كان ملحمة لازم أم عملي كان أو جي عضلك هاي دور فتحة الشرجة دفونا قالك متقلصة قالك يعني يشديوية وليد كدس نفيش طانك كتن بجا مجبورين أو عزلة أم قسين دافرها بتن فتحة شرجي بابت سيه طبعا أو بابت ناصوريا ناصور چيا ناصور أو قناتا كيتشيد بيتن يعني ما مرا كيتشيد بيتن بين قناة الشرجي داخلي يعني دو فتحة فتحك داخلية وفتحك دركفتن جدارفة نسختتن وكي قنيرا كالجهد سنفيجي تشيد بيتن بشتنجا أو قنير در بيتن عداف در كافيتن دي بيجتن دوسي جاراية باقي وكي برسكاكي در كاتية باقي و هر جار باقي تن أبخو تشيد بيتن بشتي فترة قادية تيتن زفري تفا وجا أفا لازم أم بيتن بشرافة ما أم فحس كان چونك دو جورة تهينش ناصورة ناصورة يعني بني أم بيجن يعني لو تايب عن يخارة وناصورة كهي بلندة بيجني هاي تايب طبعا أو جراحة تاوي قالك معقدة معقدة ترى اشياء نوعي اولية لو تايب عن أو نوعي نزم طبعا نوكا قالك نساخة خد بزدين انش عمليات بواسيرة عم بيجنا نساخة خنا ترسين نوكا علم يبادل بو او علم كيفن نمايا يعني نحوجة يعني هن خبز دين النينة دكتورة عن شرمزار بن ديفيجن عبات اشتاكي يعني حوجة هكي أن نبت خنيشة دكتوري بكين وفيجا تأخير بيتن حالتها وان زحمات ليتيتن عن ترسن ديفيجتن عمد كما دكتوري ديفيجتا من عملياتها ونظانم كيف وعملياتها وهنجي باري فتيلة شيت كرن وعمليات الجراحية معقد بون نساخت مال المال قالك روجا احتمال حتى ساخ بابا يعني دو سي اسبوع كي بيت فيو حتى ساخ بابا بس نو كام بيجنا نساخت خونا علمية بدل بوي عند ريك ديت هاتين ريك جراح يعني ليزرية هاتين طبعا ليزر نو كتا علاج كرن نساخ روجا دو سي شت شتا سر كار خو ايشانوي قالك كم ترى نزيف كم ترى جبر هندي عم بيجنا لازم زيترين وقت بين دكتوري و عم دي 4 سر كاين ان شاء الله